خير حيكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقعات صباحيه، دائما اهلا بكم في هذه النافذه الصباحيه. ومثل ما تعودنا انه نتحدث اليوم عن حركه الفلك ومدى تاثيرها على جميع ابراجنا وطوالعنا، وما هي احداث اليوم او ما هي المنازل الفلكيه لهذا الصباح. انا امس تحدثت عن موضوعه انه القمر اللي اقترن مع الشمس في برج الثور، يعني يفترض أنه برج الثور هو في عرس أو كرنفال من أمس، ويفترض لا بل حتما أنه برج الثور هو المسيطر، أو ربما أبراج الثور تمر بحالة غير استثنائية، يعني ما تشبه بقية الأبراج. لذلك الله على حضورك يا ثور، الله على جمالك يا ثور. وأتمنى بصراحة، أتمنى طبعا من العذراء وأيضا من الجدي وأيضا من صاحب الجلالة برج الثور أنه يعملون بكل جهد على كل طاقاتهم، لأنه ثقوا أنه هذه الطاقات ما تعود بالمطلق من 100 عام بعد. لأنه أنت تابعنا حبايبي وشفنا أنه بلوتو تراجع في الدلو، و هناك أفلاك سعيدة، النيرين السعد الأصغر والأكبر، المشتري في الجوزاء في البيت الثاني، بعد ذلك المريخ في شرف بيته، هبط في شرف بيته، هاي لها تداعيات بين يعني من جهة الحمل ثم الجوزاء، أبراج متسيدة، وأنت في الوسط يا برج الثور، هذا يعطيك القوة، يعطيك الكاريزما، يعطيك الحضور. والله اليوم لو أنت خلوك حكم، أنا متأكدة تحل أكبر قضية ممكنة، لأنه الحكمة والمسائل الإيجابية اليوم اللي يتمتع بها برج الثور وهذه النوازل وهذه الطاقات ما تقدر بأثمان. لذلك يمكن اليوم إذا نشوف في بعض المسائل اللي جنحلها، نشوف اللاعب الرئيسي في حل قضية مهمة ممكن يكون من برج الثور. لك شخصيتك تدعي حضورك، التمكن، الوضع الفلكي اللي يمنحك كل الامتيازات، لأنه يأهلك تكون أنت الملك. الملك ليس برج الأسد، وأنا دائما ما أتحدث عن الأسماء، أنا أتحدث عن الحضور، أتحدث عن الطاقات الإيجابية اللي يمنحها الفلك لحتى تكون ملك. لذلك ما ونحن دائما شنو نقول؟ نقول الأرض هي تمثل برج الثور. فماذا يحصل على الأرض؟ الخير الكثير، وأن يدل على أنه الطقس ما زال معتدل. وكنا نشوف ساعات الصباح الأولى والمساء أنه تحت العشرين أو الواحد وعشرين درجة مئوية، يعني الطقس كلش ممتاز. فهذا يدل على شيء من الخير اللي مر بي، إذا ربيع حقيقي مع هذه النوازل وأكثر. حبايبنا أكيد باتصالاتنا ومشاركاتنا نتعرف اليوم على حركة الكون وتواجد هالأفلاك المهمة، النيرين وسعد السعود، وأنا أسميها كرنفال وربيع الأبراج اللي يمر بها كل الأبراج قاطبة دونا عن الآخر. ماكو برج اليوم مستثنى من الطاقات الإيجابية. وخلي في بالكم القضية، إن ما نفعت معك وانت تعتقد بها خير، اعتقد انها كانت بها مساوئ، لكن الله مع هذه النوازل اجب عنك هذه الامور لحتى ما تقع في المحظور. عموما الطاقات اليوم جدا ممتازه، واكيد معي ومعاكم حتى نتابع اليوم اخبارنا ونشوف هذه النوازل كيف ممكن تعكس سلبيتها او ايجابياتها على جميع الابراج. اكيد فراس محضر لنا اتصالاتنا ومشاركاتنا الصباحيه معنا. اول اتصال هاتفي نقول الو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، يا مرحبا. شلون ستميت؟ عزيزتي الغاليه، يسعد لي هالصباح. وياك هاء من البصره. عفوا؟ هاء من البصره. ها اول مره تتصلينا؟ لا انا صدقت البرنامج. حياك الله واهلا وسهلا بيك وباهالي البصره الكرام. ستميت ثاني 1/7/2006. طيب 1/7 انت؟ ايه 2006. ايه هاء بالسين. أسأل عن النصيب. النصيب؟ إيه ميس. أنا خبرتك قبل فترة وقلت لك تجيني أفكار، قلت تركي هاي الأفكار مجرد وهواس شيطان هذا السميث، بس ما أقدر أتركها. طيب. أنا يوسف. طيب أنا أتمنى تعطيني اسم الوالدة الكامل واسمك لحتى ممكن. ما أقدر. مو أنت إن حبيتي تعرفين ايش سبب هالوسواس هذا، ممكن من خلال الـ الاسم لحتى نعرف انه شو اسباب الوسواس القهري او ما هي الامور اللي تدعيش لهذا الموضوع. ميس انا هيام. طيب.
اعطيني حروف متفرقه يلا اجمعهم للوالده. سين واو اي راء ياء هاء. تمام. ستنا يوسف تودي اشتكي لي هذا صح له خطا والله انا خايفه منه. اسمعيني يا عزيزتي، حرف السين. نعم سين. اولا اولا اللي الحاله اللي تمرين بيها هي، انا شنو اقول؟ اقول حسب حركه الفلك والاقمار ممكن انه تكون عندنا بعض التفاصيل او الافكار السلبيه اللي ترافقنا دائما. تكمل سيرتس قليل الفيديو صح له خطا؟ لا خطا. خطا؟ الحمد لله وشكر سيد ما ينسى عن النصيب. انت شاكه بشيء. اي سميت خايفه من هذا الشيء. شوفي هذا الشيء يعني يخص عائلة، يخص أخ، يخص شيء مقرب عليك، يخصك أنت بشيء، يعني شيء مستحيل ما ممكن يكون، بس أنت نقول التخيلات أذتك. يعني ست ميس خطأ فدوى روح لك. خطأ مو صحيح، لا تقلقين. ست ميس فدوى الحمد لله الله يبشرك بالخير إن شاء الله. اطمني واستهدي بالرحمن وقولي يا الله. على فكرة مو قراءة أفكار، هذا ما قراءة أفكار. الفلك يقول أنه واضحة الفكرة، وعلى فكرة أنا فهمت هي شو قاعدة تقول، وأنا أقدر أقول لها شنو تقولين. مستهدي بالرحمن قول يا الله. أبدا مو صحيح هذا الموضوع، مجرد شكوك. دائما حبايبنا شو نقول؟ نقول طالما هذا البلوتو اللي حل في هذه المنازل هو من يهيئك ويهيئني ويهيئ كل الخلق أنه يغير نوعية تفكيره، حتى الوسواس، حتى الوسواس القهري، حتى لا، وفي اشخاص مرضى بهذا الموضوع للامانه. فنصيحه إلتش يا حرف السين ولكل اللي موجودين، انا دائما من اقول انت فكرت تدبرت، التفكر اي التفكير والتدبير اي العمل. فانت ان جبت افكار سلبيه وظليت تودي وتجيب بيها، شنو راح يولد لك هذا الموضوع؟ انت الخسران. فما نقول وين راح يوديك هذا التفكير. طيب نحاول انه نستبدل الافكار، ونحاول انه نجعل هذه القضيه مجرد تفكير لا اكثر، يعني هذا مو واقع، ما لمسته انت، مجرد يلا. فهذا هو البلوتو، والنعمه من الله انه اليوم الحمد لله هو متراجع في برج الدلو، والا كان مع هذه النوازل الله الحافظ. يلا. طيب الله يقدر الخير حبايبي، يعني الله ان يعطي خير فيعرف كيف يعطيه. يلا الى الو اخر. الو. الو. صباح الخير. صباح العافية يا مرحبا. شلونك ميس؟ عزيزتي سعد لي هالصباح. ميس صار لي هواي على الانتظار. يا حبيبتي يلا تفضلي. اخاف ينقطع وانا من زمان اريد احكي وياك، والله احنا كلش نحبك. يا عمري انت حبيبتي، والله انا اموت عليكم بعد. انا ام نور من كربلاء. نور؟ ام نور. ام نور، شلونك ام نوره؟ ست ميس الحمد لله بخير. ست ميس عندي مواليد برج الجوزاء. طيب. 29/5. اي مواليد هو 91. اها. ست ميس وايد اعرف هو وزوجته صار لهم مشاكل سنوات، اعرف يرجعها. انت قلت لي اكو عوده. طيب. بس هي 2001 ما اعرف الشهر، اقدر اعطيك اسمها؟ يلا. هي صابرين بنت نهاد. تعرفين برجها؟ برجها ما متأكدة، تقضي لي على اسم؟ لا مو نحن الاسم كيف؟ احنا لازم اكو شهر، لازم انه يكون في الشهر العاشر، بس ما متأكدة يعني منه. طيب العاشر؟ ايه مو انت العاشر حيشترك معاك ميزان وعقرب. ما متأكدة يعني على اسم امها ما تقدرين؟ لا على اسم امها بهيج حالة لازم انا احتاج يعني اخرج الاسم بالبرج الباطني، وهذا البرج الباطني هو اسمه واسم امه. لا احنا اذا تحدثنا عنه هو ايش اسمه؟ محمود. ابن رساله. ابن رساله. رساله ويساوي. شوفي انا استطيع او ممكن نحلل خارطه محمود اللي هو برج الجوزاء. تمام. اي حللي لي اياهم. طيب برج الجوزاء لمحمود يتضح انه هذه السيده اغلب مشاكلها من ام او اخت كبيره. صح؟ اي صح، امه واختي. هذا هو الموضوع اللي واضح هالمسببات هذا، وعلى فكره في خسارات ماليه، هذا الشخص ممكن انه يخسر، ومع حلول هذه النوازل اليوم انا قاعده اشوفها
بصراحة ممكن أنه ما تدوم هذه العلاقة، لأنه اللي واضح قد يكون انفصال، وهذا الانفصال أيضا يعني جدا واضح في هذه الطوالق، لأنه بلوتو في هذا العام، اسمعيني لهذا اليوم، اليوم اللي نتحدث عنه، بلوتو لهذا العام ممكن يخبرك أنه أنت العلاقات الضعيفة ممكن أنه تنتهي. فاللي واضح بصراحة أنه هذه العلاقة ممكن أنه تنتهي. بس هو في بعد قبل، اسمعيني، في أخبار، هذه الأخبار قريبا ممكن أنه تبين، لأنه في أخبار راح تتحل حل أو تتحرك من طرف الأهل، أهل الزوجة، أو هم مفكرين بشيء. هذا الموضوع حصرا اليوم موجود، ففي أخبار ومفاوضات. أنا أتمنى هذه المفاوضات تكون هسه. ليش؟ لأنه الطوالع جدا ممتازة. تتميز، هي ما تريد تنفصل عنه. عفوا، هي ما تريد تنفصل. طيب، ما تريد تنفصل، بس الدواعي اللي نحكي عنها يعني هي اللي وانت انطيتيني قبل آية والتزمت بيها وصدق رجعوا، بس ما رجعت للبيت يعني. لا بأس من إعادة هذه الأذكار أو الأسماء اللي إحنا نعطيها، خلي تحاول تعيدها مرة يعني ثانية. يعني مثلا أكو شيء تقدرين تعطيني إياه أحاول رجعون؟ الاستغفار يومي 10,000 مرة، الاستغفار في عودة مع قمة هذه النوازل. أمل يعني ترجع؟ والله إن حاولت مع هذه النوازل وأخبار النوازل اليوم اللي نشوفها، هي إن شاء الله أخبار جدا ممتازة. في مسائل يعني تخص يعني الصلح، تخص العلاقات، قرب العلاقات، واضح هذا الموضوع بصراحة. يعني أكو أمل ترجع؟ قلت لي هو يطلب العودة منها. واضح هذا الموضوع، لكن استمر الحال راكد صراحة ما يبشر بخير. فيلا لازم الاستغفار 10,000 مرة باليوم، مع اليوم السعدين الأصغر والأكبر، أنا متأكدة لأنه في أخبار إيجابية إن شاء الله. يعني إنها عودة للبيت؟ هي مو هي العودة، إن عادت هسه هالفترة هاي ممكن إنه تتأزم المسائل، لأنه في مسائل أخرى للتأزيم اللي واضحة معانا. إنه ليش هذه المقابلات؟ طالما هي المقابلات، فهي المقابلات اللي من شأنها هي اللي عملت لها مسائل القطع والتصعيد في الأخبار والكلام وهذه الأمور، لأنه تدخلات. ليش أنا من أقول ثلاثة أفلاك أو اثنين أشخاص أو طرف ثالث؟ من أنا أتحدث عن هذه الأمور، هذه الأطراف هي بحد ذاتها هي المشكل. فلما تعود الطاقة من جديد تعود بهذه الطريقة، لكن هو للأمانة واضح شيء انتقال، قد ينتقل هذا الشخص أو تنتقل هي إلى مكان أخرى، أو ربما يحاولون أنه يأخذون مسكن آخر. واضح هذا الموضوع بمساعدة الأهل، أهل الزوجة لهم علاقة وطيدة، وهذا الموضوع ممكن أنه يعني أكو أخبار للترميم. بس أنا شنو أقول، أقول حبايب اللي حاب للصلح هسه يصالح مع السعدين الأصغر والأكبر اللي مروا في برج الثور. أنت ردت تصلح للسبعة أشهر القادمة، هذا هو البدايات. يعني أنا كعلاقات ممكن أبدي علاقة مع شخص، أو ربما أريد أرمم علاقة مع شخص، أو أنا ناوية أفتح أي مجال للتعامل مع anything كان، هذه الفترة، هذه الفترة هي اللي تصلح. فنحاول أن نصلح أمورنا ونبدي أخبارنا بهذه الطريقة يعني اليوم، لأنه أنت للسبعة شهور القادمة راح تكون بأحلى ما يكون للصلح. يلا، فالثور حلو على الأبراج. طيب يلا تفضلوا، معنا اتصال هاتفي آخر أيضا. صباح العافية. يا عيوني انت، من معانا؟ ام فرح. ام فرح شو اخبارك؟ اصحك بخير؟ والله الحمد لله حبيبتي. لا تقولين ما عندي حظ بعد ام فروحه. لا والله انا بس ما عرفتك هاي كلها حظ احتفل. عمري والله حبيبتي في ذاك الكون حبيبتي. من احسن المتابعين ام فروحه. لا سوري، ما في احسن واحد من الثاني، كلكم حبايبنا. لكن شوفوا قمه الوفاء لما يكون اشخاص تتقاتل وتبل المستحيل صباحا، واحنا صباحنا ما نقول صعب لكن بشق الانفس، الكل راح يكبس على الاتصالات وبالنتيجه لازم تكون معانا. فهذا هو الحب الحقيقي والاحترام، انه انت تكونين مميزه عندنا. ام فرح 24/10. اي اللي هو منو؟ 95. طيب 24/10 95 برج العقرب اللي هي منو؟ على القسمة فدوى. منو؟ على القسمة. اي شنو اسمها؟ او اسمها؟ برشنج. برشنج؟ اي. طيب انفروحة عن برج العقرب لبرشنج بنت؟ عدوية. عدوية.
أول شيء نحن متفقين أنه هذا العام هو عام العقرب، ومتفقين أيضا بنت العقرب أو سيدة العقرب تكثر خطابها ويحلو جمالها. طيب هذه الفتاة أكو نصيب قريب جدا ما تم، ربما يكون أخ أو أب المعارض. أي صحيح، هاي قديم كان ابن عمتها. هسه بعد فترة أخرى بعد هسه أكو أيضا هنا من الطوالع اللي واضحة أيضا أكو نصيب آخر، وممكن يكون أهلها أو ناس من ذويها أو أنتم قلقين من أخ كبير أو يعني شيء من هالقبيل هذا. صحيح. بس لو تسمعين كلامي، هذا العام هو عام الأقوياء، عام العقرب بامتياز. برج العقرب باعوا، مو أنا تحيزا أقسم بالله مو تحيزا أبدا أبدا أبدا. أنا دائما شنو أقول، أقول القوة وين؟ لما البرج يكون عنده نوازل تمام. لذلك أنا من قعدت الصبح ومن بداية البرنامج وأنا أقول أكثر حضور هو اليوم، مش حالاتك يا برج الثور، هو الملك اليوم. لكن هو عام الصعوبات، اللي خرج العقرب من عنق الزجاجة هذا هو عام العقرب، لأنه عام المريخ اللي هو اليوم مقترن في أعلى نقطة. شو شي يجيب لنا العقرب؟ حاكم بيت العقرب شنو؟ لذلك هذا العام يفترض أنه نساء العقرب يكونون في بيوت الاستقرار أو الزواج. فضروري آخر قسمة ستمة إجتها بس بعيد يعني بالقرية وهي هنا عندها دوام. اسمعيني، في نصيب، هذا النصيب قريب قريب من شخص قد يكون أشقر البشرة طويل القامة ذو هيبة، يعني قد يكون هو كبير عشيرته، قد يكون هو بش ساعة ولادتها متى؟ والله ورا الظهر، ورا 12 بس ما أعرف أتذكر. إذا عبرت الـ 12 نقول مساء. شوفي نساء العقرب لهذا العام، مرأة العقرب لهذا العام، أنا أسميها العنقاء التي خرجت من تحت الرماد، أقوى شخصية لهذا العام واللي يفترض تكرم هي أنثى العقرب أو برج العقرب بصورة عامة، نساء ورجال. زين، وهذه القسمة زينة تتميز جدا ممتازة. شوفي إن حصل هذا النصيب ما تتصلين بي مباشرة تعملين الموافقة. إن شاء الله. أنثى العقرب وهذا الطالع اللي مبين معها أصلا، هذا حتى ميسور الحال، كثير النفقات لأنه الزهرة سعيدة نازلة. وأيضا قرانات سعد السعود اللي أنا اليوم أتحدث عنه، النيرين الأكبر والأصغر اللي في برج الثور، ماذا يعطي في البيت الثاني حاكم بيت العقرب؟ يعطي شخص ميسور الحال وجميل الخلقة والمنظر والأسلوب والأخلاق. وممكن أنثى العقرب تتدرج مع أشخاص أو ممكن تتعرف على علاقات بهذه الشخصية معايا. فليش أنا أقول عام العقرب؟ هذا العام يصلح للتداوي، يصلح للتجميل، ويصلح لعام العقرب بامتياز، لأنه العقرب كوكب ثابت وكلش صعب أنه إن حلت النوازل للعقرب وحاز على ما يملك يثبت عنده، أنه من الأبراج الثابتة اللي يثبت معه الخير. تمام؟ فهذه النوازل تخدم بالدرجة الأولى برج العقرب على جانب الصحة وعلى جانب العلاقات الاجتماعية ثم المال. يعني هنا تصنف حسب الأشخاص، اللي عندهم بزنس ممكن أن يكسب صفقات، واللي عندهم بس برج العقرب ينتبه من الاحتيال. يعني أنت عليك أنه تنتبه قبل أن توقع أي شيء، لأنه زحل في كوكب مائي مثلك، فزحل أن اقترن بهذه التفصيلة ممكن أنه تكون عندك تزوير بأوراق رسمية، أو عليك الانتباه للورقة الرسمية اللي ممكن تغرر أنت مو منتبه على عجلة من أمرك وتجي توقع وحالك ومالك ممكن أنه كله يروح. فنقولي برج العقرب عليك الانتباه لتوقيع السندات أو الأوراق إن كنت من رجال الأعمال أو كنتي أو كنتم من أشخاص عندهم أعمال أو بزنس خاص بهم، أو من خسارات طفيفة لكن تعوض بالمال. الزهرة سعيدة باختصار. طيب يلا إلى ألو آخر. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا مرحبا حبيبتي. شلونك ست ميوتي؟ يا عمري أنت، يسعد لي هالصباح والمساء. شلونك يا عمري؟ عزيزتي الغالية حبيبتي. أنا أم علي من بغداد. أم علاوي صديقة البرنامج ولا جديدة؟ إي لا لا صديقتي البرنامج. لعد وينك أم علاوي غايبة عني؟ والله منتظرة، لأن قلت لي ورا الشهر الرابع يلا شوفوني البشارة. إي وش صار هسه خية؟ هو جاي يسيلك يعني اكو بشاره. زين ام علي، احنا بدايه نعرف شنو هي البشاره، انت شنو كنتي ناويه؟ انا سالتك على نصيب بنتي فاطمه. ايه؟ بنت اسهر. طيب 22/2/1999.
99 بعد الألف. 22 ايش قد؟ 22 2. تمام 22 2. انت قلتي لي ورا الخسوف. شوفي يعني بس ماكو اي يعني ماكو لا قسمه لا احد جاني. طيب اسمعيني يا حبيبتي انه احنا متفقين انثى الحوت. شوفي المشتري وحاكم بيتها طبعا الابراج اللي هم حيتان حيتان من صدق ساعه الولاده عشان ما يسوى اكو حوت واكو حوته واكو منحوته. لا شوفوا هي النوازل تختلف من طبقه لاخرى مع الاخبار اليوم اللي نتابعها واللي نشوفها يا حبيبتي يا ام علاوي. بعد ظواهر الكسوف والخسوف تدرين صار يومين بس من يتفق الفلك على كل الاشياء اللي تخص برج الثور اللي راح يعطي مواجهه ومقابله من برج الحوت. فانتظري انت الان على مفاجاه لانه اورانوس اللي هو كوكب مفاجاه هو شويه بطيء لكن شنو يعمل؟ يعطيك مفاجات حلوه. والمفاجات يعني شو وقت المفاجاه اشوفها؟ احنا صار يومين يعني صار يومين بالضبط لما بلشنا النوازل السعيده. طيب شو شنو ضام لمولود الحوت؟ شنو ضام لمولود العقرب والسرطان؟ هذول ثلاث ابراج موعودون والله باخبار حقها مال. يعني قريبا فدوه. قريبا باعي وقد يكون هذا الشخص اللي قادم للخطبه هو حلاق. ها شنو ميز حتى هاي شفتيها؟ حلاق؟ ممكن يكون باعي. مو هو ما معقوله مثلا يكون رجل في لانه هذا في في اشخاص جالسين تحت يده مال حلاق يعني بعد من هم اللي جالسين تحت يده ذولي؟ تمام. عموما هي تفسر الطاقات هكذا الله اعلم يبقى هو مجرد توقع. عموما تشهد هذه الحوته او هذا الاسم ان شاء الله افراح واللي واضح طبعا خطوبه ولمه وجمعه واخبار جدا ايجابيه وحلوه. فخلصنا شو وقت يعني؟ لا تقولين شو وقت هذا خطا باعي. الله سبحانه وتعالى كل يوم في شان. صحيح. اليوم نعطش طاقه ونحن عبرنا ظواهر الكسوف والخسوف لسه طبعا على فكره زين ست يوسف حبيبتي هي خريجة كلية هم عندها تعيين على التربية باعي. هو في أخبار تخص العمل لأنه أيضا عطارد ارتفع. ماذا يعطي؟ يعطي شوفي هي كأنها في امتحان كأنها في شيء تعبانة بي كأنها في محنة كأن يعني الوضع النفسي شوية ما مستقر للحوت خصوصا هذه البنت الواضح وياها هسه. معايا أم علي؟ فقدنا أم علي. اسمعيني يا حبيبتي في أخبار تسول خاطر هذه البنت وهذه الأخبار طبعا تخص العلاقات الاجتماعية. ممكن تكون هذه الفترة هي فترة الخطوبات وفي أشخاص نفس الحوت أيضا ممكن يكونون موعودون بإنجاب فترات إنجاب. فالأخبار اليوم اللي من هذه الأبراج هي ممكن أنه تقول لك ناطرين بيبيات وناطرين أي وقد تتزوج ويكون لها من فراش الزوجية أطفال مباشرة. فكل وارد بالأخبار اليوم اللي قاعد نشوفها مع النيرين السعد الأصغر والأكبر والأخبار الحلوة اللي متواجدة وين في برج الثور. فكل شيء وارد أنه نسمع. ليش؟ أنه كوكب مفاجآت هذا ما نعرف شنو ممكن أنه يجيب لنا. تمام؟ فالأخبار جدا سعيدة وحلوة لبرج الحوت اللي راح يكون لك مواجهات جدا حلوة وإيجابية في أنا أسميها العشرة أيام القادمة لأنه لسه في ظواهر كسوف وخسوف. على فكرة لا حد يقول إيش وقت هاي إيش وقت في ظهر الغيبة. أنا ممكن أعطيك خارطة فلكية لل 25 بس حركة القمر هاي تحكم وفي ساعات تزحف هذه المسائل وفي اخبار ممكن انه تتغير يعني حركه الكون يعني هو حيمر هذا الترانزيت اللي انا اسميه عبور الكواكب لكن شنو يجيب لنا؟ شنو راح يسمعنا؟ ايش راح نعرف؟ هذا كله ان شاء الله بالاخبار القادمه. لسه في ظاهره كسوف اخرى اللي راح تصير ثلاثه ظواهر في نفس السنه وعلى فكره انا مو ما احبذ هي حاله صحيه لكن هذه الحاله منه للجبابره تقسم ظهر الجبابرة. إذا هو عام التغيير اللي هو بلوتو في الدلو متراجع والله لو كان متقدم هالبلوتو هذا كان الله الحافظ. يعني شنو الله الحافظ الشي يصير يصير اللي يصير لأنه في أعلى نقطة شنو عندنا؟ عندنا أخبار أو أفلاك جدا قوية ومسيطرة لكن هي تعكس شنو؟ تعكس ظاهرة السعدين الأصغر والأكبر. طيب باختصار غدا أكو حركة للقمر حتى ذاك الحين أكيد إن شاء الله على بداية الأسبوع القادم تنتظروني بتوقعات ولا أروع. حتى ذاك الحين إلى اللقاء.